بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المؤمن في هذه الدنيا يسعى دائما لأن يتحصل على الحسنات، لكن الشيطان قد يقف له في الطريق فيدفعه إما للزيادة أو للنقصان، إما للإفراط أو التفريط. وبما أن المؤمن يعني دائما حريص على التمسك في الدين، فالشيطان كثيرا ما ييأس من التفريط، لكنه يدفعه إلى ماذا؟ إلى الإفراط، إلى الغلو. ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام كان ينبهنا دائما ويقول إياكم والغلو في الدين، ما تزيدوش ما عندكم. وهناك قصة، بعض الصحابة أرادوا أن يجتهدوا، فأخبرهم النبي عليه الصلاة والسلام أنه أتقى الناس، النبي أتقى الناس، ولكنهم هم أرادوا الخير لكن دخلوا من غير بابه. فمن أراد التقوى فليدخل وليمشي خلف النبي صلى الله عليه وسلم. تلك القصة أن الرسول عليه الصلاة والسلام مرة نقل لبعض أصحابه اجتهاده في الدين، كيف كان يصلي قيام الليل ويرقد، وكان يصوم وكان يفطر، وكان عنده أيضا عائلة عليه الصلاة والسلام، كان عنده أبناء عليه الصلاة والسلام، يعني كان بشر. فلما سمعوا هذا كأنهم زادوا في العبادة واجتهدوا وحبوا يجتهدوا أكثر من النبي صلى الله عليه وسلم. وش قالهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ إن أعلمكم بالله أنا، وأتقاكم لله أنا. يعني أكد النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم على بالكم واحد ما يعرف ربي ويعرف حق ربي كما أنا، أنا أعلمكم بالله وأنا أشدكم له خشية. ما كاش واحد يخاف ربي كما النبي صلى الله عليه وسلم. لأن هذوك الصحابة لما سمعوا وش قالوا له؟ قالوا له يا رسول الله لسنا كهيئتك، يعني أنت وين؟ أنت ربي يغفر لك ما تقدم وما تأخر من ذنبك، يعني تقدر تسمح لروحك بين قوسين أنك تنقص شوية عبادة، أنك تعيش مع زوجتك مع وليداتك، أنك ما تصومش الليل والنهار كذا. فقال لهم النبي عليه الصلاة والسلام صح، ربي يغفر لي ما تقدم من ذنبي، بصح ديروا في بالكم بلي واحد فيكم ما راح يقدر يلحقني في العبادة. وما قالهاش باش يزوخ عليه الصلاة والسلام، لا، لكن قال باش يبين الأمر أن الإنسان إذا أراد أن يدخل الجنة فلا بد أن يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. هذا كلام قد يظهر أنه كلام عادي، لكن لما نشوف الناس وين لحقوا نعرفوا بلي النبي صلى الله عليه وسلم كان يشوف البعيد، بلي ربي سبحانه عطاله الوحي تاع واش راح يصرى. كثير من الناس تجاوزوا الحد في النبي عليه الصلاة والسلام، ولاو يدعونه من دون الله، ولاو يرفعونه فوق منزلته عليه الصلاة والسلام. حتى أنه على بالكم كان بعض الصحابة في وقت النبي صلى الله عليه وسلم قالوا وفينا رسول الله يعلم الغيبة، فقالوا حبسوا حبسوا لا يعلم الغيبة إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمته أنه تفعل ما فعلته اليهود والنصارى في أنبيائهم، فالنصارى رفضوا عيسى عليه السلام فوق منزلته حتى قالوا هو الله، ولا قالوا هو ثالث ثلاثة، ولا قالوا هو ابن الله، يعني أعطوا له صفات الله، استغفر الله. علاش؟ من أنهم رفعوه فوق منزلته. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من الغلو. هذا الغلو وهذا التشدد يعطي فكرة ماشي مليحة، يولي إنسان يتعصب، يولي إنسان يعتدي على الناس، يولي إنسان عنده تطرف ديني بهذا الغلو، مجاوزة الحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم مرة في الحج رفد حصاة صغيرة قد حبة العدس، قال بمثل هذا فرموا، ما ترميوش الجمرة، يعني الشيطان ما ترميوش بحجرة فوق هذه. هو ماشي الشيطان اللي تم، هذا رمز فقط. واليوم شفنا ناس يرميوا الجمرة بالحطب والحجر والصبابط، هذا كله من الجهل ومن الغلو في الدين. هذا موش ساهل، لا تغلو في دينكم، هذا نهي ما عند ربي سبحانه. وشفنا كم من إنسان تشدد وتعصب، ومن بعد وين راح للتطرف، بعد هذا التطرف اللي كان في الناحية الإيجابية ولا التطرف في الناحية السلبية، ولا في طريق ماشي مليح كامل.
ولربما حب الصلاة ولا يدير حوايج ماشي ملاح، وبدايته في الطريق أنه كان في باب الغلو. على بها النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أعلمكم بالله وإن أتقاكم لله أنا. يعني بلكوا تجاوزوا الحد، حبيتوا تلحقوا الجنة في أعلى المراتب، تبعوا النبي عليه الصلاة والسلام، امشي خلفه. حبلك مع كاع الواجبات اللي لازم نديروهم، إنسان إذا دار واش يدير النبي صلى الله عليه وسلم يحصرها، إذا وفق ربي باش دار هذاك الشيء. فنصيحتي لكل من يشاهدني الآن، هذا الدين دين يسر، فالإنسان يروح فيه برفق حتى يصل. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله.